خرزات، عظام، سيور، خيوط، خرق سوداء. خرق سوداء. التمائم، ما هي التمائم؟ وكيف تستخدم؟ التمائم هي خرزات أو عظام أو كتابات أو سيور أو خيوط أو غيرها، تعلق في أعناق الصبيان أو البيوت أو السيارات أو غير ذلك. ما سبب التسمية؟ ولماذا تستخدم؟ سميت بذلك لأن العرب كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، وتستخدم بغرض دفع أو رفع البلاء من العين أو المرض أو الشياطين، ومن صور التمائم نظم خرزات أو عظام أو وداعات في خيط، تعليق خرق سوداء على بعض السيارات، وضع مصحف صغير داخل علبة وتعليقه على الصدر، لبس أسوره أو خيوط في اليد أو العضد. التمائم أنواعها وأحكامها. النوع الأول: أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم، وهي قسمان: الأول: شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، كتعليق التمائم التي فيها استعانة بغير الله، كالاعتقاد أن هذه التمائم والإحراز تدفع البلاء أو ترفعه بذاتها. الثاني: شرك أصغر. وهي التمائم التي يعتقد صاحبها ان لبسها سبب في دفع البلاء او رفعه كالتي يكتب فيها كلام ورموز غير مفهومة قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد اشرك النوع الثاني ان يكون المعلق من القرآن الكريم وهذا النوع من التمائم لا يجوز تعليقه لعموم النهي عن استخدام التمائم سدا للذريعة في تساهل باستخدام التمائم حفظا للقرآن الكريم من الامتهان ما الذي يشرع فعله لرفع البلاء او دفعه التوكل على الله وحده قراءه الادعيه والاذكار الشرعيه